السلام عليكم، نشرح كمان هذا السؤال. طبعا هذا السؤال برضو على الحركة الدائرية. اللي فين دي السيارة ايه تمشي تسارع 3 فيت لكل سكند هيك من بين الأسهم يعني، وبي تمشي على كيرف هيك 440 فيت وكونستانت سبيد 30 متر لكل أور. الكونستانت سبيد الاي تي تساوي زيرو، يعني هاي كل الفكرة AT بتساوي زيرو. Determine the velocity and acceleration which car B appears to have an observer a car A. It has reached a speed 45 ميل لكل hour. بيقول لي يعني قاعد بيقول لي أوجد سرعة B لحد ما أنه سرعة A توصل 45 ميل لكل hour. شو يعني؟ يعني صار أنه أوجد سرعة B بالنسبة لسرعة A لما صارت 45 ميل لكل hour. هاي معنى هذا الحكي. فأنا بشوف كل بساطة بقول له في ام يعطيني 45 لكل اور، بحولها لفيت لكل سكند، بضربها 5280 على 3600 اللي هي هون نفسها 44 على 30 اللي هي 1.47. شو بعمل؟ بطبق قانون ريلاتيف فيلوسيتي، بقول له في بي ريلاتيف ل ايه بتساوي في بي ناقص في ايه. يلا في بي هي اللي تحت، هسه في كوساين وساين صح ولا لا؟ صح. في عندي الزاوية 30، فبالتالي هاي زاوية 30. السرعة كيف عندي أنا هيك؟ السرعة عندي هيك، هذا عمودي على السرعة، خلينا نرسمه بخط خطوط مناسبة. عندي هاي هيك، وأنا السرعة المماسية عندي هيك، وأنا عندي هذا محور X وعندي هذا محور Y، بالتالي هاي الزاوية هي 30، هاي الزاوية هي 60، فالسرعة اللي هي هيك مع محور X تعمل زاوية ستين، فبالتالي VB بدها تساوي عندي سالب اللي هي اللي بتطلع معي 44، سالب 44 كوساين 60 اي هات، ولا تحت برضو سالب 44 ساين 60 جي هات. هي الفي بي. طب كم الفي اي؟ الفي اي اللي هي 45 ميل لكل اور، تحولت ل 60 فيت لكل سكند، ايش اي هات. ففي اي تساوي سالب 66 هاي هات، بطرحهم وبعمل نفس ما عملت في السؤال السابق. فعندي في بي ريلاتيف لـ A هي 58.2. لو طبق هذا الحكي نفس اللي أنا عملته، إنه عمل تحليل عادي وحله باستعمال مثلثات وستاتيك وساين كوساين. أنا ما بدي هذا الحكي، هنحله إحنا طبيعي نفس ما أنا حليت يعني. طيب بخصوص التسارع ما أنا حكيت أنا انه AT بساوي زيرو، ليش؟ انه constant speed، فبالتالي بيضل عندي الAN. الAN كم؟ من السرعة ثابتة يعني وين ما، وبتكون هيك صح؟ هاي هي الAN بساوي V تربيع على رو. كم الV؟ 44. كم هاي تربيع؟ كم هاي نصف القطر؟ 440. بطلع التسارع، بيطلع معي التسارع كم؟ بيطلع التسارع كأنه 10، بطلع تسارع 4.4. بطلع تسارع 4.4. شو بعمل بعدين؟ أنا عندي تسارع هيك، عندي المحور هيك، معناته هاي الزاوية نفسها 30 وهاي الـ AN، بالتالي الـ AN شو بيساوي؟ أو AN بشكل عام كفكتور، هو الـ AN اللي هو 4.4 سالب 4.4 كوساين 30 اي هات زائد 4.4 ساين 30 جي هات. ايه هيك. طيب بالنسبة ل AA معطيني يا 3 لوين؟ لليسار، يعني سالب 3 اي هات. بس اطرحهم من بعض، خلينا نشوف هل هو عمل هيك ولا لا. هيو معطيني انه AB relative ل A على X، يعني انه AB relative ل A بشكل عام شو بدها تساوي؟ سالب 4.4
هاي اي ان بي تمام، سالب 4.4 كوساين 30 سالب 3، طبعا كله واي هات واي هات. بعدين ايش عندي؟ زائد 4.4 ساين 30 جي هات. فهيو هذا الحكي اللي هو عامله. عامل بقول لي انه اي بي ريلاتيف لاي 4.4 كوساين 30 ناقص 3 هاي اي هات، 4.4 ساين 30 هم بتفقين يعني. طب ليش هي 4.4 كوساين؟ المفروض انهم هذول جمع مش طرح، المفروض اني اجمعهم. ليش؟ لانه انا عندي 4.4 هيك والثلاث هيك، بس لاني بطرح سالب هاي مش ثلاث اي هات، سالب ثلاث اي هات، يكون عندي هيك سالب 4.4 كوساين 30 زائد 3. هو ايش فارض؟ فارض انه على اليسار موجب، مش مشكلة. فبطلع الاي بي ريلاتيف لاي، بعدين بعمل الساين شو اسمه تان انفرس، بطلع الزاوية هون، عامل على المثلثات ما إلي بالحل. انت فاهم الحل حلي ولا لا؟ هي حلي، هي واضح، هي كان حل المثلث 4.4 هي الاي بي، اي ايش الاي ان، ما عندي اي تي اصلا. ف4.4 كوساين 30 على الاي هات هيها، و4.4 ساين 30 على الجهات هي لفوق، والاي اي هي سالب 3 اي هات، طرحتهم من بعض، سالب 4.4 كوساين 30 سالب سالب 3 اللي زائد 3 وبس. والجهات ما هي ثابتة، يعني أنا بحكي اي بي ناقص اي خلاص. بعدين جذر التربيع لهاي مع بعض يعني، وهي تربيع وخلص، وخلص حل السؤال وبس. يعطيكم ألف عافية.